السلام عليكم، شلونكم؟ اخباركم؟ سياده النايب. انطلقنا هذا اليوم حملة تحفير وتطهير في مدينة الموصل، وذلك للحفاظ عليها خالية من فيروس الكورونا، من خلال التقرير الذي وردنا من دائرة صحة النينوى. والحمد لله مدينة الموصل خالية من هذا الفيروس، ومن الديوان محافظة بدينا بهذه التطهير بالتعاون مع عدة من الدوائر الخدمية والدفاع المدني، وتستمر هذه الحملة عدة الأيام، ونطالب المنظمات والفرق التطوعية كما هم قبل سباقين في خدمة أهل مدينة الموصل وبالمشاركة فعالة بهذه الحملة، ونطالب المواطنين كذلك بالتعاون مع هذه الفرق لخدمة المصالح العام. من الضروري أن نوجه شكري وتقديري لأهلنا في البداية في محافظة النينوى بتنفيذ التعليمات والتوجيهات التي صادرت من خلية الأزمة، وكذلك نشكر الدوائر الخدمية والأجهزة الأمنية المتمثلة بالشرطة والجيش والمرور، ونتمنى أن نجتاز هذه المرحلة بالسلام إن شاء الله. كانت اليوم يعني حملة، ومع فرحة كبرى أعلنت نينوى بيضاء. كان لدينا حملة كبيرة بوجود سادة المسؤولين، السيد النائب الأول، معاونين السيد المحافظ، السادة مدراء الدوائر الأمنية والشرطة والمرور. كانت هناك حملة كبيرة لتعفير كل أحياء مدينة الموصل. الدوائر الحكومية، الدفاع المدني والبلدية والماء والمجاري، تبنوا الشوارع الرئيسية. الفرق التطوعية والهلال الأحمر والناشطين، كثير منهم تبنوا الأفرع الداخلية والأحياء والأسواق. هذا دليل على حرص الجميع للعبور إلى بر الأمان في هذا الظرف الذي نعيشه ضد فيروس كورونا. أيضا الشكر موصول لأهلنا في هذه المحافظة لالتزامهم الكامل بتعليمات خلية الأزمة. إن شاء الله سيكون هناك اجتماع قريب يوم 11/4 لكل كادر خلية الأزمة في محافظة نينوى من القيادات الأمنية والدوائر الخدمية، لغرض وضع آلية جديدة ما بعد 11/4 ومراقبة الوضع في هذه المحافظة. منافذ الحدودية ستبقى مغلقة نهائية إلا للحالات المستثناة وفق قرارات خلية الأزمة. نفكر كيف سنستطيع أن ندع المواطن ذوي الدخل المحدود أن يتحرك لكسب قوته اليومي. نتمنى إن شاء الله يوم 11 يكون هناك نقاش مستفيض، ونحن كقائم مقامية قضاء الموصل قدمنا 6 مقترحات للخلية للرفع عن كاهل المواطن في هذا الظرف الصعب. بعد إعلان محافظة نينوى خالية من فيروس كورونا والحمد لله، وجه السيد محافظ نينوى الأستاذ نجم الجبور المحترم بأن تنطلق حملة تعفير وتعقيم داخل المدينة تشمل كامل رقعة جغرافية لمدينة الموصل. وقمنا اليوم بجمع الجهد الخدمي والبلدي الخاص بهذا الموضوع، حيث شارك معنا مديرية الدفاع المدني نينوى والهلال الأحمر العراقي فرع نينوى، وأيضا الماء والبلديات والبلدية. قمنا بالانطلاق من تقاطع منطقة المصارف باتجاه منصة، والنزول باتجاه منطقة الزهور. هذه الحملة سوف تستمر بالأيام القادمة إن شاء الله لتعفير كافة شوارع مدينة الموصل، وأيضا سوف تدخل باتجاه الأزقة والأحياء. حقيقة يعني نحاول قدر المستطاع كحكومة محلية في محافظة نينوى أن نحافظ على محافظة نينوى ومدينة الموصل خالية من هذا الفيروس، وهذا لن يتحقق إلا بتضافر جهود الأهالي والمواطنين مع الحكومة ودوائر الدولة المختلفة. من هذا المكان أحب أن أقدم شكري وتقديري إلى خط وصد الدفاع الأول ضد فيروس كورونا، وهم كوادر دائرة الصحة في محافظة نينوى، وأيضا أتقدم بعميق الشكر والامتنان والتقدير إلى كافة الدوائر الأمنية في محافظة نينوى، متمثلة بقيادة عمليات نينوى، قيادة شرطة نينوى، وأيضا الأمن الوطني، مركز العمليات والتنسيق المشترك، وكل الأجهزة الأمنية. أتمنى على أهلي في محافظة نينوى أن يتعاونوا معنا في الأيام القادمة من أجل حفظ
حظر التجوال قدر المستطاع وتقليل الاختلاط والتواصل إلى أن يعني تنجلي هذه الأزمة إن شاء الله ونحافظ علينا وكما هي الآن خالة من فيروس كورونا. باشرت فرق الدفاع المدني منذ صباح هذا اليوم واستكمالا لما بدأنا به منذ انطلاق حملة التعفير والتعقيم ضد فيروس كورونا. باشرت فرقنا منذ ساعات الصباح الباكر بالانطلاق بحملة كبرى لتطهير الشوارع والمناطق السكنية والمحلات. قسم العمل إلى قواطع إلى جانب بجانبي مدينة الموصل الأيمن والأيسر. قسمنا الفرق إلى 12 فرقة. هذه الفرق طبعا فرق تخصصية في مجال التعقيم والتعفير وما يزال العمل جاري. طبعا هذه الحملة سوف تستمر الأيام المقبلة ومديرية الدفاع المدني سوف تعود الكرة على المناطق التي تم تعفيرها بين حين والآخر. كهلال أحمر عراقي فرع نينوى منذ 7/3 باشرنا بحملات التوعية من أمراض انتقالية ومنها كورونا، ثم بعد يوم 10/3 باشرنا بعملية تعقيم وتعفير محافظة نينوى وأقضيتها. اليوم نحن نتحدث أمام الفضائية الموصلية المبدعة التي لها حضور. لدى فريق آخر يقوم بعمليات التعقيم في أقضية تلكيف والحمدانية وبرطلة وربيعة، واليوم نحن ضمن الحملة التي تقوم مع محافظة نينوى بإعادة عمليات التعقيم والتعفير. نستغل هذه الفرصة حيث أن الموصلية تدخل إلى كل بيت، نترجاكم إخوتي الأعزاء دعونا أن نكون نحافظ على نينوى أن تبقى سالمة نظيفة إن شاء الله. بدأنا كممثلية الفرط والناشطين بتعقيم وتعفير عدد من أحياء مدينة الموصل ونحن مستمرين قبل واليوم أيضا شاركنا وياهم، وكذلك نستمر في الأحياء الأيمن والأيسر من مدينة الموصل، وكذلك حولنا فرقنا التطوعية إلى قطاعات لكي تشمل كل أحياء مدينة الموصل، وإن شاء الله بالتعاون مع خلية الأزمة لحد ما تنتهي هذا الوباء احنا مستمرين في تعقيم وتعفير وكذلك في توعية المواطنين، وكذلك أطلقنا عدة حملات خليك ببيتك، وكذلك عندنا جهد إغاثي بشكل يومي. نحن مستمرين في توزيع المساعدات الإغاثية بتبرع من الخيريين نوصل لبيوت الناس، وإن شاء الله ندعو المواطنين أيضا بالالتزام بقرارات خلية الأزمة، ونحن متطوعين إن شاء الله نستمر بالتعاون مع خلية الأزمة في تنفيذ قرارات خلية الأزمة ومساعدة العوائل المتعففة.